ما في أجمل من إننا نلاقي أحد يهتم فينا، يشاركنا فرحتنا، يسعد أوقاتنا، وبوجوده تحلى لمتنا. حلويات ركن القصيم، طعم الفرح. انطلق ويدي بإيدك، فرصتك خلها تفيدك، بالتواضع رب يزيدك، زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك. حياكم الله ومساكم الله بالخير، وترجل القائد عن جواده. سعود غربي، سعود الكرامة، سعود المراجل، سعود الشهامة، سعود الملهم، سعود المثقف، سعود غربي خرج من البرنامج. بدأ سعود البرنامج من قبل أن يدخل البرنامج، كان قوي وتقوى وأصبح بإذن الله أقوى وأقوى بانضمامه لمجموعة الشباب الموجودين، شباب زد رصيدك 5. سعود غربي راح يكون حديثنا اليوم، خروجه وكل آثار اللي تركها في البرنامج راح تكون حديثنا اليوم. أرحب بالدكتور، حياك الله يا دكتور غازي. خلاص كثير والله. أخواني الدكتور والأخ علي، أنا أقولك اليوم خرج رجل الواقع الأول، خرج سعود غربي قطب من أقطاب طبعا القرية، وهالرجل هذا أنا بأمانة بعد خروجه أنا راهن على هالرجل هذا، هو الرجل الاول اللي انا راهن عليه في هالقريه ما شاء الله. دكتور عبد الخالق كيف حالك؟ الله يحييكم ان شاء الله. سعود غربي، والله بيني وبينك اتمنى اني ما اكون في هالموقف اني اعلق على قامه مثل قامه سعود غربي بكل امانه، وهذا قلناه حتى في حلقات كلام اليوم كذا مره، ان سعود غربي من الشباب والمتسابقين اللي له حضور قوي، تفاعل، ان بغيته شعر شاعر، إن بغيته متحدث وقصص من واقع حياته لقيته، إن بغيته مثقف في المسابقات يمكن خان اليوم لظروف معينة، متوتر متوقع خروجه أو شايف خاف ما أدري. سعود غربي للأمانة راح يترك فراغ كبير، أنا أثق الشباب إن شاء الله أنهم راح يوصلون يكملوا المسيرة، لكن خلينا نكون صريحين، سعود غربي راح يكون مكانه فراغ كبير جدا داخل القرية، لكن إن شاء الله تكون خير له. يعني أول شيء نمسعكم بالخير ونصبحكم بخير، وحياك الله دكتورنا الجميل، كل أسبوع تنورنا يا شيخ، الله يسعدك يا رب. نقول خروج سعود غربي، يعني أنا أقول خلص برنامج سعود غربي، الآن بدأ برنامج زد رصيدك مع الشباب، بدأ الواقع مع الشباب، يعني خرج اللي كان يعني يقول كبير الشباب، كان اللي يوجه الشباب، كان يستمتعون الشباب بكلامه وحديثه الجميلة بحكم كبر سنة، بنفقد حديثه عن السيرة النبوية والقصص عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بطابع جميل. فقدنا سعود، الله يذكره بالخير إن شاء الله يا رب، ومن الآن بدأت البداية الحقيقية لسعود، الله يوفقه إن شاء الله يستمر في مسيرة العلمية القادمة بإذن الله. رحب محامي هاني، حياك الله يا ابو شوق. حياك الله ويا مرحبا ومسهلا. سعود غربي، سعود غربي خلينا نقول ترك فجوه كبيره، الله يعين المتسابقين على سد هذه الثغره، وهم كفوا ان شاء الله يشدونها ويشدون اكبر منها. سعود زرع قيمه في البرنامج، القيمه هذه صعب تزرعها في مثل هذا البرنامج. البرنامج يعتمد على الادخار ويعتمد على حسن التصرف في المال والصرف، وسعود مع ذلك زرع قيمة الكرم، العطاء بلا حدود. كل ما جاء ضيف للقرية سعود بادر بذبح الذبيحة، قيمة عظيمة جدا زرعها سعود غربي، وإن كنا نختلف معه قبل أن يخرج في أن هذه راح تحرمنا من رؤية هذه القيمة مستقبلا، لكن لعلها وصارت واضحة للمتسابقين للجمهور أن سعود لم يكن ذاك المتسابق المفرط في الرصيد، سعود كان صاحب، كان سعود رمز الكرم والوفاء في البرنامج. جميل، هذه اللفتة من أبو هادي اللي هو الموظف في ركن القصيم،
وداعن سعود وفي أمان الله يدل على أن سعود دخل قلوب الجميع في القرية. سعود غربي خاطب الجميع الكبار والصغار والشباب، بل أن سعود غربي خاطب شريحة جديدة كذا واضحة هناك. يا سلام، سعود غربي خاطب شريحة كبيرة واللي هي شريحة الشباب اللي نادرا تكون ما هي مهتمة كثير ببرامج الواقع. سعود غربي كان له نفس جميل جدا، يكفي من سعود كل من جاء في الخيمة وكل من جاء في البيت قال وين؟ وين سعود؟ وين سعود؟ أنا أتمنى من الشباب، سعود غربي الآن خرج وأتمنى يطلع لنا أكثر من شخصية تشابه سعود غربي، نملى المساحات نملى الفراغ، ورغم أن سعود غربي مكان كبير ما يملأ أحد. علي، كنت كثير ما تنتقد صرفيات سعود غربي، هل هالانتقاد لصرفيات سعود مبني على أنك ترى هذا الشيء خطأ؟ سعود أنا انتقدت أمس، تكلمت عن صرفية سعود، كنت يعني صراحة من الأشخاص اللي آلمني صرف سعود الزايد، يعني صرف الزايد عن اللزوم، يعني فوق 1000 في أسبوع واحد قوي جدا. كنا نتمنى يمكن لو ما صرف هالأسبوع المبلغ الكبير هذا ما كان من 6 فبراير، لو ما صرف سعود الصرفية الهائل في الأسبوع هذا ما دخل براي. مستمتعين بشخصية سعود، شخصية سعود جدا ممتعة جميلة، يعني يحببك بأسلوبه ببساطة، شخص لطيف في حديثه، حتى يعرف ينتقي كبراء عباراته، الكلمة تطلع عنده الموزونة صح. تمنينا ما يخرج سعود، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. انتقدت صراحة لأنه أنا تمنيت سعود من الأشخاص اللي يستمر لنهاية البرنامج، في أشخاص صراحة نفسه ما ودك تفقد في البرنامج. عشان تمنيته ولا إيش؟ خرجاوي ومن عرعر. دكتور عبد الخالق، سعود غربي أنت طبعا كنت يعني من فترات وفترات تحضر الاستوديو لكنك حاضر خلف الشاشات، إيش كنت ترى في سعود صفة مميزة في شخصية سعود مين موجودة في بقية الشباب؟ ثقافته وقصصه اللي تحكي خبرته في الحياة. ما احنا نقول كبير سعود غربي بس مو بذاك الكبر والله تقول والله هذا عنده خبرة حياتية كبيرة جدا، كبير بأخلاقه كبير، لكن إنسان واضح واضح إنه عايش حياته حتى من قبل، يعني مع كبار معاصر حياة له تجارب كبيرة حكاها بكل بساطة بكل أريحية. يا أخي حتى واضح إنه مثقف ويطرح ثقافته بأسلوب بسيط جدا يصل للكل. سعود غربي معلومته إذا يتكلم فيها تصل ترى للمثقف وتصل للإنسان عادي وتصل للكبير السن العجوز وتصل للصغير ببساطة. أحيانا أشوفه يقول أنا قرأت في كتاب فلاني زين، وتلاقي يحكيها بطريقة بسيطة جدا ومتواضعة. سعود غربي يعني أوكي حتى كنا ننتقد عندنا في الصرف وكذا، لأنه والله سعود غربي ما أتمنى يطلع، ترى مثال الشخصية ترى تكسر رتم البرنامج. أوكي الشاب عيني وراسي وراح بإذن الله يكملوا المسيرة وراح يقدمون شيء كويس، لكن ترى سعود غربي ترى أكثر من يخطر حتى البرنامج نفسه، خلنا نكون واقعيين. طبعا سعود غربي اللي ما يعرف سعود، سعود له في الإعلام أكثر من 10 سنوات وكان متواجد على المسارح وكان متواجد في المناسبات التراثية وفي الجنادرية في كل المناسبات، وكلكم تذكرون أول دخول لسعود غربي في مجال السوشيال ميديا اللي هي راتبين اللي هي قصيدة مكة، فكانت هي بداية سعود. وسعود دخل برنامج قوي للأمانة، يعني البرنامج اللهم زاد لمعان سعود وقدم لشريحة جمهور بداية، جمهور بداية الكبير. أنا بارك لك سعود أنك وصلت ودخلت كل بيت، وحاب أقول لك شيء سعود، أن الناس كلهم حزنانين الآن والله في بيوتهم حزنانين، وصلك هدية من عالمك للسفر والسياحة، تذاكر سفر لك ولعائلتك إلى تركيا، إقامة في فندق 5 نجوم لمدة 10 أيام لك ولعائلتك، تذاكر سفر مع إقامة 10 أيام فندق 5 نجوم استاهل. من وكالة عالمك للسفر والسياحة برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ فهد الفاضل أبو عبد الملك، قدم لك هالجائزة وانت تستاهلها يا سعود، وإن شاء الله أن الله يكرمكم باللي في بالك. استاهل الله يسعد إن شاء الله، ما يبغى من واحد يشيل شنطة شيء ما سوغل يعطيك واحد من التذاكر حتى الله يسلم أشيل شنطة سعود. أبو غربي رغم أن الظروف اللي جالس يمر فيها أبو غربي من ديون بلاد برا، لكن تلقاه دائما مبتسم في القرية، عنده كاريزما قوية جدا. سعود صرفه في القرية، أنا والله من الناس اللي أؤيد طريقته في القرية، رغم أنك يمكن معارضني الأخ علي أو غيره، لكن الطريقة اللي كان يستخدمها أنا أقول أنها طريقة الرجل يعني اللي يؤثر في الإعلام. طريقة رجل من اللي كيف تقدر تعرف نفسك في الإعلام؟ عن طريق البرايم، وسعود كان لعبها صح، وإن شاء الله وبإذن الله الله يسعدنا. يعني قصدك دخوله البرايمات كان تعطيه بريق أكثر، تعطيه أول شيء ظهور أكثر ويجمع رصيد، يجمع رصيد
وبعدين طريقه دخول البرايم تعرفها في الناس اكثر واكثر. طيب معلش انا بخالف النقطه هذه معلش. طيب هو الان صرف فوق الألف ريال، طب تقدر تصرف يعني ممكن مبلغ صغير وقليل وتدخل في برايم، ما في قد يكون محروم منها. لا بس انا اتكلم في نقطه، ما كان هدفه يدخل برايم بس الظروف يا اخي. جيت ابو رشيد اجبرته يذبح مثلا، رجل كريم. جيت الشيخ بدر مثلا، ما ادري من ذبح هو ولا غيره، في جيت الشيخ بدر. بعض احيانا بعض المتسابقين اللي هو يرى انهم محتاجين رصيد وفي المطبخ يشتري ياكلهم 100 100، هو رايه انه انا ما رايح انافس على الهديه، على الجائزه الكبرى، رغم انه محتاج الجائزه الكبرى. سياسة. هو سياسته كذا، هو سياسه نحترمها بما ان برنامج واقع. ما تقدر هو واقع كذا. الامانه سعود في شغلات كثيره قال المحاسب، قال لا تعلم احد عليها، لكن بما ان الارصده بالذات الرصيد الظاهر يكون مكشوف لنا احنا كمذيعين، سعود غربي تكفل ب، ما ودي اذكر بعض الشباب، انه يعطيهم اللي اشتراكات الاكل لاجل انهم يستمرون في البرنامج، وايضا دفع خروج هيثم الملحاني، دفع الخروج ورفض، والشباب كلهم الان يحاولون فيه انهم هم اللي يدفعونها، لكن دفع غصبا عنهم يعني كذا اجبرهم، هو اللي دفع خروج هيثم، لان ابو عبد الله الجميري اجبرني. ابو فزاع احنا مقدرين ذلك والكرام وعلى عيني وراسي، وهذا من طيبك وطيب اهلك وطيب معدنك، بس هذه مسابقة، احنا محتاجين شخصية كسعود، محتاجين هالكاريزما الجميلة على الشاشة، حرام تحرمنا منها يعني. هذه وجهة نظرك زين، انا عارف، بس هو مقدر هو وجهة نظره وسياسته لسياسة الكرام. هو رجل قائد وهذه ما يقدر يتحكم. ترى سياسته هو يعتمد انه ترى في البرايم، هو درس البرايم ترى من اول برنامج، فهو عنده ثقة انه راح يرجع عن طريق البرايم، وثقافته ترى تشبع له بعد الله انه يرجع، لكن اليوم خانه البرايم، وهذا اللي انا اخاف منه. هذه المشكله، كل مره تخش برايم يخونك البرايم. لكن على كل حال مهما كان ان كنا مؤيدين ومعارضين لصرفيه تداخل البرنامج، الا انه قدم قيمه للمجتمع في شهامته وكرمه ووقوفه مع الشاب، هذه ما احد ينكرها انها قيمه قدمها هنا. لكن احنا نقول لما كان يصرف نقول، لانه سعود غربي يا اخي مكانه واضح، هو مثل ما قال سعود غربي، اذا ما شفت جلسه العصر، اذا ما استندت على جلسه العصر ولا بعد المغرب تحس انك فاقد شيء. ابو فزاع بس دقيقه، انت قلت لي شخصيه القائد، عبد الرحمن فراد كان قائد في زد رصيد 3، ما اذكرنا في فرق علي. دقيقه خلنا نواجه النقطه، بس كان قائد ونعم القائد ابو فراج، وكان شخصيته جدا جميل مع الشباب على الهواء وتحت الهواء، كنصائح كوقفات مع الشباب، اعطاء افكار، بس ما كان بالصرف الهائل وصل معنا لنهايه البرنامج. ابو في قائد انا متاكد 100% جائزه سعود غربي لو فاز واحد من اخوانه بالمسابقه هي جائزه. انا واثق، ما افكر بالمركز الاول، كل الثقه في نيه سعود وفي قلب سعود. طب خلينا نسال زياد مع زياد. يلا استهلا بالله زياد. لبيه. صباح الخير. صباح النور. لبيت حاج يا ابوي. الله يخليك. انت عندك مشاركه، تفضل. ابد يا طويل العمر، ابغى اضيف بس حرفين. جرح سعود كبير وفرقاه اكبر من الدموع اللي طلعت منه، يمكن شايفين ملامحنا وقتها، لكن صدقني ان بالروح الف دمعه والف ندم. والله لو ما بكيتوا يا زياد ولو انكم كتمتوا الدمعه، الامور واضحه وانا نعرف مكانه سعود عندكم. يعني تخيل احنا شفنا من اجاباته اللي جاوب سؤالين خطا قبل لا يطلع الاستاذ سامي للفاصل، انهرنا كلنا، النتيجه تقريبا واضحه. يمكن لاحظت على الاستاذ سامي انه ما طول، على طول اعلن. فاجمل كلمه اللي طمأنتني وريحتني انه قلت له استودعتك الله من كل شر، سواء في الدنيا وفي الآخرة، عسى الله يحفظه. أتمنى بس وأطلب طلب بسيط، أنه خلاص سعود مشى، سعود الآن في زد رصيدك حطينا نقطة في نهاية السطر. أتمنى يا أن نذكره بشيء حلو، والانتقاد خلاص سواء من الجمهور من أي شخص برا البرنامج. نعم. الانتقاد ما عاد ينفع. انتهى اليوم سعود يعتبر عريس، وزف نفسه اليوم العصر وسعود عريس الليلة، وخروجه مشرف ومشاركته مشرفة، ومثل أهله وقبيلته ودينه اللي قبل كل شيء ووطنه، خير تمثيل. وانتم بعد سيروا على نفس المسار، بارك الله فيكم. سعود مشى، راح تلقون بداله 14 سعود بدل واحد. نعم، ونعم فيكم كلكم. الله يقويكم حبيبي. زياد. لبيه. معك ابو شوق. زياد. لبيه. سعود كان في اشياء بتقولونها هو يمنعكم تقولونها اثناء الجلسه الوداعيه. والله شوف، انا ما ودي والله اني اقول بكلام هو ما هو خاطره فيه. سعود هو اللي مؤرق الدين اللي حوالي 500,000 هو اللي عليه، وكان دائما يسولف لي ويقول لي ويقول لي انه راح يبدا بعد البرنامج، وهدفه الاول انه يسدد دينه. فالله اللي بيسدد دينه وبيسر له الامور باذن الله. اللهم امين. اللهم امين. جزاك الله خير. الله ييسر اموركم. يعطيك الف عافيه يا ابوي. ودعتكم الله. المهم ان الشباب بكره ما يتاثروا، خلاص نبدا صفحه جديده. ما يقدرون يا ابو فزاع، ما يقدرون. بس انت لازم توجه لهم الكلمه، تقول يا شباب انتم لازم بكره، لان في جمهور ينتظر. كل واحد وده انه ما يتاثر.
لكن يا اخي اللي خرج مو بسيط، مو بسيط، مو بسيط فعلا. سعود غربي اللي خرج. انا فاهم، بس لازم نتوجه لهم الكلمه يا شباب، لازم بكره نشد حيلنا. انا اقول يوم جديد، انا اقول من اكثر الاشخاص اللي ما شاء الله تبارك الله توفق هالاسبوع، ومتاكد ان نفسيته هالاسبوع تكون جدا جميله، اللي هو اخوي سعود فهد. سعود فهد الله يخليه شاف اخته الاسبوع هذا، اخته هاجر، واليوم كلم اخته ايضا، فالنفسيه عنده مرتفعه. ايضا اقول ان شاء الله باذن الله يكون اداء الاسبوع القادم جميل. الجميري طالع لاهله، راح لاهله زارهم ورجع، ايضا نفسي باذن الله تكون عاليه. عبد الحمد الخضيري طالع لاهله الاسبوع الماضي ورجع، ايضا نفسي بيكون عالي. فنقول الاسبوع الجاي نتمنى اللي من بكره ان شاء الله يبدا تكون عندكم الاداء اقوى وافضل، ما انه انتم طلعتوا غيرتوا جو نوعا ما 24 ساعه ورجعتوا، فبيكون عليكم الحمل اكثر، لانه زي ما تقول غيرتوا جو بالعربي، غيرتوا جو وتنفستوا ورحتوا طلعتوا ورجعتوا من اهلكم، فباذن الله تكون نفسيه افضل. بالذات انا اقول للثلاث ذول انهم طلعوا ورجعوا، غير الشباب الباقيين اللي ما قد طلعوا شيء. لكن ايضا فقره ابراهيم عيد اليوم اللي هي فقره مكالمه اهلهم اطفالهم جدا جميله، جميلة جميلة ومؤثره، وردت شيء جمال في الروح لبعض الشباب. اليوم منك الرومانسي اليوم جدا، بغيت تشب فيه بالتاريخ. تواصل مجاني، الشموع واضاءه خافته ومكالمات الاهل وضع مره تمام. بس في شيء مهم بالنسبه لسعود فهد، ترى لما ينزل رتم البرنامج، رتم اليوم ينزل يكون في ملل، يكون في ركود، تلاقي سعود فهد هو اللي متسيد من ناحيه قصه سالفه. سعود فهد سعود غربي، اسف سعود غربي، تلاقي عشان سحبنا من الاوراق لخبط شفت كيف؟ لا 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 مجد، اذا نزل رتم البرنامج تلاقي سعود غربي يطلع بقصه، بحديث، بفائده، كلمات اللي بعد الصلوات ترى دائما يعطي كلمات بشكل بسيط، ترى هذا كله نفتقده في البرنامج. وايضا شوف بعض الناس تلقاه متميز في الشعر مثلا، وبعضهم في الشيلات، وبعضهم في الانشاد، وبعضهم في الطبخ، وبعضهم في السواليف، وبعضهم في المسابقات. لكن هذه كلها تلقاها في سعود غربي. ما شاء الله جماعها كلها، جماعها كلها، حتى الحركه، طريقه سرد القصه يعني بسلاسه تجذبك انت كمشاهد انك تتابع. ان بغيت سرعه بديهه ذاكره، ان بغيت قناص قناص، وان بغيت صقار صقار، وان بغيت في السواليف حتى الحركه، ديناميكيه الحركه، يعني تقول رجل مثل سعود مثلا يكون حركته بتكون ثقيله، مثلا يقول انا عندي شيء، لا تلقاه اذا تحرك الشباب تحرك معهم. في سعود ذكاء في انتقاء الفائده، لما يقرا السيره يا اخي جالس يعطيك الفوائد من السيره التي تناسبك، تحس صحيح. ففوائد من السيره مو بعيده، مو فوائد، حتى سؤاله في السيره سؤال ذكي. يعني لما قال اسماء ذات النطاقين، وش معنى النطاقين؟ اسمع النطاقين دائما يعرفها. يعني يستفزك بالسؤال، اجوبه الشاب، هو يسال السؤال هو عارف جوابه، بس طريقه تعليم بالاسئله، طريقه تعليم باللغه البيضاء البسيطه. اليوم كلمني واحد من زملائي احمد العتيبي وابو سعود، وقال لي انا اتمنى سعود يقول عيالي يقولون سعود يصرف بيطلع. قلت لا، سعود يصرف يعلمكم الكرم، فتعلموا سعود الكرم، لا تفكرون في المسابقه. فهذه الكلمه فعلا كلمه قويه، وامس قال سعود انا جالس اعلم العطاء يمكن، وهذا شيء مو بكيفي. وقال هذا ورق ما يسوى، انا سويتها بالفلوس ما بسوي بورق. فالله يرزق سعود، ورساله موجهه، هي رساله، الله يرزق. جميل الان، هذا ترى حقيقه سعود غربي ترى هذه حقيقته، ان حتى كل من لح له يا سعود لا تصرف، لا انه مصر، ترى هذا يدل على هذه حقيقته اصلا خلف البرنامج، هذه حقيقته كرم وشهامه. لكن ودي اعلق على كلمه هاني، فعلا لما يذكر قصه من سيره وغيره تلاقيه يتوقف يعلق عليها الفائده، بعدين يكمل قصته، ترى هذا يدلك على ثقافة، حضور ذهني، سرعة بديهة، هدف تربوي كبير. في شغلة ثانية يا جماعة الخير لازم ما ننكرها، يعني وهذه رسالة أيضا موجهة للآباء والأمهات، تربية المجالس. تربية المجالس، يعني واضح أن سعود تربية المجالس. صحيح. رجل ما يخرج من المجالس، واضح أنه من زمان يجلس في المجالس، لأن بعض الأمور والله ما تقدر تتعلمها وأنت تربى عليها من الصغر. إذا ما تربيت عليها وأنت صغير ما تقدر، تربية المجالس تفرق. في نقطة ثانية مهمة، سعود بالإضافة إلى جميع الصفات اللي ذكرناها، سعود يمتلك صفة الإبداع والاختراع. يعني نعرف اختراعه في الثوب الفروة. ونعرف اختراعه في البهارات، ويمكن البهارات سعود هي مشروعه القادم اللي يستحق منا جميعا أن ندعمه. وانا اقول لسعود حنا والمتسابقين برامج التواصل حاضر لك، والجمهور ان شاء الله ما راح يقصرون مع سعود. سعود عنده بهارات طبخ ما ودي اسوق لها، لكن الناس تعرفها قبل البرنامج وراح يواصل، عنده مجموعه اختراعات راح تنزل في السوق. فيمكن هذه اشياء ان شاء الله مصدر رزق له. والكريم ودك ان الله يعينه بالرزق، ودك ان معه رزق كثير الكريم يواصل. الكريم حبيب الرحمن، صح، الكريم حبيب الرحمن، والله سبحانه وتعالى يحب الكرماء، والله وصف نفسه بالكرم.
طيب عشان بس شوي تاخذوا راحتكم فواز واكرمكم فنجان قهوه، بنطلع تقرير الاحداث الاسبوعيه ونرجع لكم. تقرير الاحداث الاسبوعيه خليكم معنا وخلينا مع سعود. نطلع هنا كما كنا، ولو اننا خرجنا بهذا الشرف لكفانا، حيث دخل الاسلام ونطق الشهاده على الهواء مباشره العشرات من الجاليات غير المسلمه في بيت الحكمه. ان محمدا رسول الله. الحمد لله الحمد لله. وزادنا شرفا زيارة رجال كرماء من منطقة حائل. حائل هواي اللي على طيفها نام، واصحى على حلم اللقامة وفات لي. حي الله من جانا، حي الله الحائل، وحي الله اخويانا الاولين. مهما كبر تحتاج ام حنونه. ان كفرتم بنعم الله شلة الدعون، ما لفيتوا بكفر ثاني ولا جبتوا جديد. كلك اهله ما تسدد يمك في شها، كلك اهله. واما التنافس الشريف فيتجسد دائما في فقره زد بهاراتك، حيث الطبخ اللذيذ والاكلات الممتعه. يا لا يا لا لا يا لا لا، يلي ما عندك البزنس اسمع نصائح مفيده. جبنه وزبده ومربى وكبسها باحلى عصيده، وكبسها باحلى عصيده. الفجر يا الفجر يا راحه البالي، يوم اصلي الفجر امشي ولا بالي. وسيوفنا تلمع نغماتها المدفع، تكبيرنا يسمع والباغي ينزل. ولا يخلو الأسبوع من فعاليات المتسابقين الجميلة، والتي ستبقى شاهدة لهم بالمحبة والوفاء والتفاعل الجميل. وكل محتاج كسير والفقارة، وكل محتاج كسير. والمشايخ حي والله فالهم، حثهم للخير الأول والأخير. والشباب بجهدهم ما قصروا، شاركوا ما بين عراف وخبير. أطلق الشيخ بدر نادر المشاري على زياد الشهري، أطلق لقب عراب القرية. طيب. شرف كبير والله، والله شرف كبير. استاهلك الخير. طيب هذه 100 ريال خضيري نزلنا فيها فواكه وخضار. خذ خذ. فيه عصب اسمه فاغس. فاغس. تقولون فارس بس غيروا. فاغس. فاغس. العصب هذا وش يسوي؟ يتحكم بنبضات القلب خلال التنفس. اللي سويت ايش انت؟ كم وكم سويت؟ ما سويت شي يا اخوي. ايه ما سويت. ايش سويت؟ نحضن بعض ونعيد الصداقة ونعيد الامل، واحنا اخوان اخوان اخوان. يا ليلي كان بيع عن وجهك يا معاذ. يا ليلي يا ليلي يا طير السعد يلي ترفع. منو معاذ؟ والله معاذ، والله ان جاني احد الى السعب ذي على وجهه. اخطينا اخطيت انا. انسى والله انسى، واذا ما عجبك الخد هذا خذ الخد الثاني. انا وصلت معاذ. معاذ الله يرحم ولدك ووالديك. بس اسمعني، الله يرحم ولدك. اسمعني معاذ، الله يرحم ولدك. قاعد هناك ولا بطلع برا؟ لك يا قدس سلاما وسلاما يا بلادي، ان رمى بنو سلاما بفؤادي، واسلمي في كل حين. لسنتم ايمان. باتمان هو ماي شولدر بليز. باتمان هو سيد عبد الكريم الحربي. وينه؟ عبد الكريم الحربي وينه؟ اي وانت هيم رايت ناو. اي وانت هيم. شوف 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 ذبذبات. شوف 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 شوف
لا يلا اكشن داي هاي تطلع هاي تطلع هاي هم مليون ارحب الف عطنا علومك طبعا هذه هدية جيتكم ما ادري من وين صراحة ظافر ترى يمكن اطعم رايم عشانك عمري ها زرش خله ابن حلال يا ريت طب تقرشني انت اقسم بالله هذه الكلمة اكوية عفطة لا 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 استهبل ما ابغى اخسرك قبل ما اروح الخميس اروح بيتكم وان شاء الله اسلم عليهم قاعد اكتب قلبي اكشن داي اكشن داي ارفع ارفع اكبر ارفع اكبر الحين جات اكشن داي لا 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 يا مرحبا حياكم الله ورجعنا لكم بالتقرير الاحداث لف البرنامج وليت البرايم ما جاء تخيل عاد اليوم سامي غاب والدكتور ما جات رحلته وهاني ما جاء بأوراقه وعلي ما جاء وانت فوتنا كلنا يعني ويلغى البرايم بصراحة سعود ما كنا نتمنى نفقده كلنا شوف اللقطات اللي قبله شوي كيف شفت الوضع دكتور وضع بالنسبة خروج سعود اي نعم سعود والله أثر فينا كلنا أنا والله من الناس اللي تأثرت هل تتوقع الشباب بكرة ايش بيكون الرتم هم شوف قدامهم طريقين اما في ناس جدد راح يبرزون واما الريلتي عندهم راح تنتهي فان شاء الله باذن الله اتوقع ان في ناس جدد راح تطلع ان شاء الله انا واثق انه اذا غاب فينا سيد قام سيد قول بما قال الكرام فعول الله اليوم الراحب وابو غربي بيطلع اكثر اكثر يعني مثل ما قال زياد يعني اي مثل ما قال زياد في اكثر طبعا يا جماعه لازم ما نخفي فكره انه في ناس لهم يا اخي اكبر نموذج المعيدي في زد ثلاثه اعلاميين في اكثر من كلمه في ناس لهم 10 سنوات في الاعلام لما جاء المعيدي اكل كل شيء شهر كامل كان اسمه برنامج زد رصيدك بين قوسين المعيدي طلع المعيدي بدا زد رصيدك ثلاثه بداوا الناس يطلعون ولا علي تظل تحت عزام انت وش وضعك لا ما ابغى اتكلم جدا يا رجال المعيدي فتره الظهر هذه كان هو اللي يبيها معيدي يعني هو عليه الحاله يعني علي كان نايم كان لا لا انا يعني اقول انا اقول ذيك الايام المعيدي كان الاسم الاول لا غربي سعود ما كان الاسم الاوحد ذيك الايام المعيدي كان كل شيء المره دي ومع احترامي الثلاثه كانوا كلهم نجوم المره دي سعود ما نجح لحاله نجح مع مجموعه اكيد فالمجموعه هذه صدقوني بتلقون منهم اشياء كثيره يمكن سعود من غير من حيث لا يشعر هذا شيء غصب عنا نشوفه وتشوفه المشاهد سعود يملك 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 مخزون مو بسهل فالمخزون هذا كان لازم يطلع شيء غصب عن سعود غصب عن سعود ومع ذلك بتشوفون ناس اقوى بتطلعوا هل ممكن يعني في راي ايضا يقول ان سعود مثلا تعمد الخروج من الـ من الـ من البرايم انا استبعد هذا تستبعد الشيء تماما استبعد طيب وجوابه عن السؤال اليمن انه القرن الافريقي اليمن لا هو فسرها يعني زي ما تقول هو فسرها انها جايه على شكل قرن وليش ما انا اقول قد يكون شوف وليش ما الاجابه هذه من باب اني لا اطلع ابو فزاع ابو فزاع باجابه شاذه عن تفضل ابو فزاع السؤال انا حاطه والسؤال كان واضح يعني حاط دوله افريقيه اهم دول القرن الافريقي يعني دولة افريقيه اليمن دولة اسيويه انا بعطيك قد يكون انه ما قرا القرن الافريقي ان الافريقي ما قرا وشاف قرن بعطيك مثال قد يكون بعطيك مثال في البرايم ذا قال كم دامت كم دام احتجاز الرهائن وقلت للخضيري من 79 الى 81 ولا قدر يجيبها قال له من عام 79 الى عام 81 تقريبا سنتين الا والاجوبه أربعة ولا فاهمها والاجوبه 444 12 يوم 13 يوم لا فما يا جماعه لخمه البرايم لخمه البرايم لخمه البرايم شيء يا اخي اقول لك سؤال كم يوم دام احتجاز الرهائن ابو شوق قال له الدكتور احتجزوا من عام 79 الى عام 81 ابو شوق فهو يفكر كلام سعود غربي سعود غربي يا جماعه ابو شوق اعطيني نسبه اعطيني نسبه اعطيني نسبه مويه انت انه كان متعمد مثلا خروج صفر من 0% 0% اي دكتور غازي والله شوف انا احسن الظن واقول بعد 0% وانت علي انا سالب 13 اقل من الصفر يعني تحتهم عشان ما يجوا زيي ما يجوا زيي انا ما اقدر احكمها بنسبه مئويه معينه لكن سعود غربي السؤال الاول السؤال اللي ما جاوب الاول عن البرازيل بيكاسو 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 اي اوكي انا استبعد ان سعود غربي لما تكون يلخبط في البرايم وكذا لا سعود غربي اصلا
لعبه البرايم. هو اصلا احيانا يقول انا ودي ادخل البرايم عشان اجمع فلوس وارجع. واحد عنده ثقافه عاليه ودارس سياسه البرايم من هذه ممكن تبعه. دكتور انا بعطيك افضل سباح في العالم مات في المسبح. هذه راح تفهمك هو كيف افضل سباح بيموت في المسبح. لا ابو فزاع المفروض اللي يموت في المسبح هو الانسان اللي بعد المسبح. عشان افضل سباح المفروض اكثر شيء موجود في المسبح. اكثر شيء موجود. عشان تفهم قصدي سعود غربي درس البرايم في بدايته، عرف ان هذا السيناريو البرايم يناسب ثقافة سعود غربي وسياسة البرايم، زين؟ وعارف انه راح ينجح. انا اشوف ان سعود غربي انه لما السؤال حق بيكاسو البرازيل لما اخفق فيه، هو غامر بدون مستشار، لما اخفق فيه تحطم الشباب كلهم يجاوبون. فاتوقع لما جاء حق سؤال يمن كذا يا انه لخبط اكثر لانه تحطم، عرف انه راح يطلع او قال امي خلني ارميها كذا وبكيفها، ما شاف السؤال خاصه انه جاء بعد فاصل. فانا ما اتوقع انه يعني انا بدايه البرايم تكلمت نقطه مهمه جدا، قلت لهم يا جماعه الثلاث اختيارات، في اختيار خطا 100%، في اختيارين راح تكون بينهم. يعني انا لما اجيب دولتين اوروبيه ودوله من دول امريكا الجنوبيه، اكيد امريكا الجنوبيه غلط، حتكون بين دولتين اوروبيه. فلما جاء بيكاسو حاط له دولتين اوروبيه ودولة من دول افريقيا اللي هي برازيل، دولة من دول امريكا الجنوبية اللي هي البرازيل، اكيد هذه بستبعدها. اللي يعرف سياسة البرايم صدقني يقدر ياخذ الجواب قبل ما يجي المستشار. بسأل الدكتور سؤال، هل تتوقع انه بعض مساعداتك لبعض الشباب في البرايم ضرت الثانيين اصدقاء في البرايم؟ يعني لما تساعد سين او طاء ضريت بقية الشباب؟ ما ضرت في اي واحد من الشباب، والسبب ان كل اللي توجهوا اخذوا الاجابات بطريقة انك ايش توضح لهم. يعني ما في مثل والله واحد جاء للمستشار وما توضحت له الاجابة واخطأ، لذلك على حساب شخص ثاني. بس عندي سؤال، مهمة المستشار يجيب على اسئلته ولا انه يبدأ يواصل 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 لين يفهم السؤال؟ يعني مثلا محمد رهيب قال خلاص كان بيجاوب شيء، ثم قلت له لا لا تعال تعال ترون كذا. سلمان الباهلي سألك سؤال وكان محتار بين اسمين يقول لك في شيء، قلت له مرض خلاص، يعني قل له السلال وامسح له. لا شوف بقول لك شيء، الوهيبي ما اعطاني مجال اني اكمل استشارتي كاستشاره، اخذ اول جواب ولو كان جواب غلط كنت انا اتحمل الغلط حقه. جميل. لانه ما كمل استشاره، اقل استشاره لو تشوف اعطي اربع معلومات، اذا وصلت الى اربع معلومات بعد الاربع معلومات مخير هل المتسابق فهم او ما فهم. جميل. فكل واحد اخذ استشارته. ليش ما اللي يسالك؟ انا اتوقع لو انك مثلا ما تعرف من اللي يسألك، يعني احنا ستة في البرايم. نعم. انك ما تدري من اللي يسألك، اللي يسألك سامي مو كويسة كذا؟ لا شوف بقول لك شيء، ما هي قضية انك المستشار، شوف المستشار انه يعطي معلومة حتى للمشاهد، مش المتسابق. انا لما يجيني سؤال واعطي المشاهد برضو معلومات معلومات اضافية، صدقني المشاهد هذا راح يستفيد من المعلومه. بس ما زلت يا دكتور تعطي يعني تقرب اكثر. بس هو يقرب للجميع. هو للجميع. الكلام للجميع. من اول بدايه زد رصيدك ولا واحد اخطا عندك في الاستشارات، ولا واحد. غير صحيح. صح ولا لا؟ غير صحيح. كم واحد اخطا عندك؟ اخطا في الجوله الثانيه. اليوم في الجوله الثانيه. لا انا اتذكر حتى السؤال، اتذكره سؤال بليه كان الملاكم، اسال عن ملاكم ويجي يجاوب لي بليه. لا لا في كذا واحد اخطا. ما شاء الله. كم واحد اخطا؟ ها؟ كم واحد؟ في ظافر اتذكر ظافر اخطا حقت بليه لما جاوب، انا اقول له عن كاسيوس اسال عن محمد علي كلاي واقول له مسلم يقول لي بليه. لا هو عاد ما يعرف الكرة ظافر، هذه ميه. لا لا في شيء يا اخي، اللي ما يعرف الكرة يعرف ان بليه لاعب، حتى اللي ما يعرف الكرة الخطا يجي يا جماعه في اللخم. بس تحليل الاجابات يعني لو تخلي على يا جماعه سؤال على الكويت ما اعرف يجاوبه من اللخم. يا هاني يعني مثلا لو قلنا مثلا تحليل الاجابتين، تحلل الاجابه مره معلومتين بس للاجابه، انا بامكاني والله احط السؤال، احط الخيارات قريبه من بعض، اعطي معلومات اربع معلومات وانت وضميرك. ولكن شوف هذا دقيقة انت ضميرك دقيقة انت دكتور جالس ترفع له بس هو جالس يكبس. من سيربح مليون؟ من سيربح مليون؟ انت جالس ترفع طائرة وبس. ليش يخرج علي؟ من سيربح مليون؟ ليش انا ابحث ان المتسابق لازم يخطي؟ انا تدري ليش دكتور؟ واحد دكتور انت ايش عندك مشكلة؟ انا عندي مشكلة. ليش؟ انا مو قصة عشان شباب جاب غلط، يعني انا ابغى البرايم يكون له هيبته،
هيبة الواحد موجودة. يدخل يخاف هيبته موجوده. بعطيك واحده بعطيك صراحه هيبته موجوده. الشباب صاروا تبي يقول لك شيء الله لا يحطك الله لا يحطك مكانهم الله لا يحط. انا دخلت ايه؟ واحد نشفت لا بس ما كان معي مستشار بس علي متوترين الشباب متوترين حاجه. الشباب صار انا اذا دخل ابراهيم انا ضامن لانه عندي مستشار بيعطيني 16 معلومه. بس انت المستشار كم دقيقه بيعطيني 16 معلومه يعني اقدر دقيقه هاني بيعطيني معلومات اقدر اجاوب. هذا اول شيء. ثاني شيء اللهم صل على الرسول. البرايم كله ذوق الواحد خلاص يخاف هل يخطي لا ما يخطي يطلع صح يطلع غلط. هو البرايم البرايم فيه اربع حاجات. الشيء الاول الاسئله تمام. والشيء الثاني معي دكتور. اول شيء في البرايم الاسئله. الامر الثاني التوتر من البرايم. الامر الثالث توضيح الدكتور. والامر الاخير الصناديق. ففي اربع عقبات يا علي. تركي محمد. الامر الثاني المساواه في المساواه في الظلم عدل. إيه مساواه في الظلم عدل. فواز. انت وضحت للجميع فكلهم زي بعض. تركي يعني. محمد جاوب كل الاسئله. نتكلم تركي محمد جاوب كل الاسئله وعدمها الصندوق. عدمها الصندوق. في نقطه ثانيه بعد البرايم له ترى البرايم الاخير له طريقه يعرفونها المتسابقين بيعلنها بعدين. في ناس جاوبت كل الاسئله ومع ذلك خسرت لان الصناديق هي تعدمك. اليوم الشباب الظاهر انهم اتفقوا يوحدوا رقم ثلاثه بس اليوم ثقافتهم اليوم برزت ثقافتهم الصراحه. بس كان في استعجال. بس في ثقافه لو هيبي كان يستاجر. خلينا ناخذ البرايم ككل. معلش خلينا ناخذ دكتور خلينا ناخذ البرايم ككل. هل البرايم كله اتجه للمستشار؟ ما كان اتجه لا لا لا. اليوم مره كان في ثقافه كان في تفاعل كان في خوف. اليوم في اجابات. انت الان جالس مستريح وجالس تسولف على كيفك. لكن لما تكون داخل برايم واضاءه وصوت وسترس عليك ان في واحد راح يخرج وسامي قدامك وابو كاتم جنبك خلاص انتهى الموضوع يا اخي. والله ما تعرف اسمك. كلام موجه لك يا علي ترى. في شيء من الدكتور اسمحوا لي. تفضل يا دكتور. ثعلب البرايمات الجميري مو بسهل والله. هذا الثعلب على الثعلب ما قلنا البرايم اللي فات. قلنا البرايم اللي فات انه والله رميه من غير رامي استعجل فيها. انا تحديت مع الجميري جالس يقرا. اثبت البرايم. انا تعمدت جبت كم سؤال اليوم من الكتاب. والله تعمدت الجميري تعمدت وجبت من صفحات. شوف جبت من صفحات متاخره. تعمدت اني اجيب كم سؤال من داخل الكتاب وكانت متاخر ابدا ومر عليه السؤال. ترى سيرته صعبه. الجميري من اشد الاشخاص اللي ضاق صدري لما شفت رده فعله في دخول برايم. مكالمته مع اهله لما كلم اهله كان فرحان واو قال انت برايم. فكانت ردة فعل جدا سيئة صراحة. ضايقت منها لانه واضح انه الرجل يبغى يحتذي برايم. واضح. علي خليني اعطيك شغلة والدكتور يشهد. انت قلت في اجابة للجميري رماها قلت لك مستحيل يرميها. مستحيل يرميها بالذات انت مستشار ما راح احد يرمي قدامك لأمانة لانك رجل لو من جاك حبيب تبي تعطيه الاجابة. الجميري مثقف اثبتها اليوم وقد يحب يخفي ثقافة السياسة عنده تكتيك. صحيح. مو بسهل ابدا. لا 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 واثبتها اليوم. عندي سؤال الرصيديين. في احد دخل برايمات اكثر من سلمان؟ ايه من باهلي ملك البرايمات سعد الزهراني سلمان سلمان الباهلي اكثر شخص. لا 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 الوهبي مره ما دخل. اتكلم في زد رصيدك كامل. احمد الشراري. احمد الشراري كل البرايمات. لا في برايم ما دخل. والله انا طالع كل البرايمات. سعد القحطاني. سعد القحطاني. سعد القحطاني على راسه. لا لا احمد الشراري برايمين ما دخل. برايمين ما دخل. برايمين اجل سلمان قدامك فرصه العمر. برايمين تاخذ الاسم يطلع. لا لا سعد القحطاني كل البرايمات تمام. الا يمكن اخر برايم ما دخل فيه. اجل سلمان الباهلي فرصه العمر. بيجي سؤال زد رصيدك القادم من هو اكثر رجل دخل برايمات؟ ملك البرايمات. زي سؤال فواز الحارثي. ملك البرايمات في متسابق كان اسمه صالح عبد الهادي من ليبيا. يا رجل يدخل البرايم يعني بعطيك شغله. مره في فقره كان اسمها المغري. زد اثنين في فقره اسمها المغري. المغري في جائزه عند الشخص يقول لك اذا اخذتها ناخذ من رصيدك 500 ريال وجاء بعثه لاستراليا مع كامل التكاليف. قالوا تاخذ البعثه هذه ورصيدك تقريبا ثلاث ارباع رصيدك ناخذ منك. تدري ايش قال؟ قال خذ ثلاث ارباع رصيدي واعطوني البعثه ودخل البرايم وخرج من البرايم قسما بالله. سميناه جوجل. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. الله يفك سلمان البرايمات ويخليه يواصل برنامج. ما شاء الله. لكن سلمان لو جاء ترى في لزمه بين البرايم السر يمكن يكشفه هو. كيف؟ في سر هو يكشفه ما يكشفه. عاد الامانه البرايم يحطي بروز يعني اسمك يخرج في البرايم يطلع لك تقرير وتبدا ثقافتك تخرج وتحليلك الاجابات تخرج. هذه برضه لها تميز. بس هذه انا عندي شخصية هي والله ما ابغى ذا الشو اذا بيربكني على المسرح. مو بارادتك. اول سؤال ما عرفت اقرا في البرايم. ما هو بارادتك. ما عرفت اقرا. ما عرفت اقرا. فمشكله احيانا البرايمات تربشك. المشكله انت بين نارين. انا اذكر في التكيه كنت بين النار اني اعيش الجو هذا كامل ولا اني انسى انها مسابقه وانسى الجو ذا كله واعيش ببرود. كنت بارد وناظر قدام حتى سامي يقول الاجابه صحيحه ما تحرك.
اذا قدرت تحافظ على البرود هذا ممكن زي اليوم كان هيثم عاد برنامج التكيه برنامج كان مميز يعني هيثم كان راكد جدا اليوم حتى ردت فعله كانت هاديه هيثم وسلمان شفتوا كيف برود عزل نفسه عن الجو الخارجي وبدا يجاوب هدوء حتى لما يجاوب صح ما يفرح الفرحه الهستيريه كان عايش وكانت الاسئله كانت صعبه ترى الاسئله اليوم ترى يعني مقارنه بالبرايمات السابقه ترى نعتبرها تصنف من فوق المتوسط بس جوده الاجابات كانوا يجاوبون الاجابات اليوم صراحه عجبوني الشباب بدأوا خاصه الاجابه حق فوز الحارثي عجبك بس ترى على فكره زد اثنين يعني كان في لخبطه لما كان في زد واحد كان في بيت العطار فحتى قالوا لا زد ثلاثه يعني شكرا دكتور سبحان الله اليوم البرايم انا سميت الاحداث الدمويه لان اغلب الاحداث اللي انا جبتها كانت كلها دمويه يعني انا دموي يا دكتور كانت دمويه ويعني كانت رساله موجهه انا اعتبرها للمشاهدين الاحداث اللي صارت طبعا مع ايران والشغب والاشياء هذه هني نعم في السنه هذه في شيء مميز من اختيارات الاداره واختيارات الجمهور لان الرصيديين تم اختيار من قبل الاداره ومن قبل الجمهور الاداره قدمت مجموعه والجمهور اختار الاعمار صغيره وهذه تعطي خدمة للإعلام الهادف كبير جدا يعني خدمة كبيرة جدا شباب أعمارهم صغيرة يعني يخدمون وراح يعطون في أفضل من يجيب متسابق عمره في 30 بيعطي لكن يوم يجيب واحد عمره 21 22 23 راح يعطي يضيف راح الجمهور يشاهدون دورة برامجية أقوى نعم. بما أنها النجوم موجودين راح يشاهدون الدورة اللي بعد زد رصيدك تكون أقوى والدورة اللي بعدها تكون أقوى أشد على يد الإدارة أن من الآن تختار يا شباب اللي في الإدارة أتمنى منكم تكون اختياراتكم من الشباب الموجودين الآن لأن الجمهور حبهم حاب يعيش معهم دورة برامجية ودورة برامجية ومكة تجمعنا بعد وفي دورات كمان كثيرة كمان المتسابق نفسه لما يطلع واجب عليه أنه إذا يبغى يستمر في الإعلام إذا كان له هدف معين أنه يستمر في الإعلام يطور من نفسه يدخل دورات يهتم يثقف نفسه أكثر عشان لما يقدم يكون محترف ما يبعد عن الشاشة وبعدين يا جماعة ترى الخبرة لحالها أحيانا لا تكفي يعني كوني طلعت في برنامج 90 يوم ترى هذا لا في بعض المتسابقين الحين ما يعرف معنى ايربيز ما يعرف في اشياء في اشياء تحتاج لدراسه والعلم ومخاطبه الشاشه غير برنامج الواقع تمام ولا تظن انك محور الكون ولا تظن اي شيء ترى الاعلام يعطي الشخص اكبر من حجمه احيانا دخلت دوره من الدورات بعد زد رصيدك اثنين دوره اسمها دوره المتحدث البارع اول ما دخلت الدوره كلهم يقولون انت ليش دخلت الدوره انت ما تحتاجها الا والله اني في حاجتها وفي حاجه ادق التفاصيل طلعت من الدوره بفلوس طلعت منها فوائد كبيره فلا تطلع من البرنامج وتقول انا والفلوس انا والفلوس خش والفلوس هذه بفزع هو استثمار في نفسك نعم زي ما تستثمر في عيالك تستثمر في المباني تستثمر في التجاره استثمر في افضل نفسك. استثمار في الانسان افضل استثمار يعني يوم تصرف على نفسك الدورات والاحتكاك بالناجحين واشد على يد الشباب القناه والجمهور الكريم اللي يتابعني يستاهل منكم الوفاء وانتم اهل الوفاء لا تخلي الشهره تقتلك بعضهم يخرج من برنامج يقول خلاص انا الان حققت اللي نبغاه واشتهرت وخلاص لا صحيح. انت اعتبر نفسك انك توك بادي على اول درجه من السلم البعض يعتبر البرنامج انه غايه له خلاص وصل وقف البرنامج بالعكس وسيله لك عشان تطلع سلم النجاح القادم بعضهم خلاص وصلت زد رصيدك خلاص قفلت مع السلامه كم طلع شخص مشهور من قناه بدايه لو حسبنا من عام 2009 و2008 2006 بالتحديد البيت عرسان واحسب لي كم اللي طلعوا من جلس من ما جلس من استمر ترى صحيح. كلهم صار معهم زي ما صار معك شو نجوميه وفي الاخير الاهداف تختلف الاعلام قطار ومسرع القطار تنزل ما عاد يشيلك مره ثانيه اي بس يمكن تجيك الفرصه مره واحده بس ما في امل تجيك مرتين الفرصة. لازم الانسان يعرف قيمه نفسه يعني احيانا في شباب على النسخ اللي فاتت كلها تلاقي عنده كاريزما عنده حضور نطق لسان سليم متحدث بارع ثقافه طيب يا اخي طور نفسك وهو طموح انه يكون مقدم طيب طور نفسك شوي عشان تكون مقدم محترف صحيح مو معقوله انك تكون مقدم عشان هذه الاشياء اللي فيك وما انت متعلم ما انت عارف الايربيز ما انت عارف كيف تتعامل مع المخرج البعض يعتبر نفسه طلع في برنامج واقع يعني خلاص انه اعتبر نفسه انه مقدم وانه كل شيء لا بالعكس فرصه عباره عن دورات انت جالس تسمد نفسك في الدورات واحترام الذات واحترام الوقت واحترام الجمهور واحترام الماده اللي انت تقدمها دائما كن مستعد يعني بعض الناس حتى الان وبعدين لا تدخل في مجال مو بمجالك مالك في المواعظ في المساجد لا تدخل في المواعظ والمساجد لانها ما هي لك مالك في المهرجانات يعني تخصص وتدرب وثقف نفسك فيه بعض الناس يعني تخيل في مره من المرات احد الشباب يقول حرجت في مسجد قال القي كلمه ما اعرف القي كلمه احرج نفسه والقاه احرج
انت يعني احترم الجمهور واحترم نفسك وقدم. اليوم ابو فزاع اليوم في مجموعه كبيره يمكن من اكثر الايام اللي شفت فيها بكاء حتى بعد بعد خروج سعود غربي، يعني الجميري، سعود فهد، خالد حامد، زياد الشهري، ما ودي عد بعد، في مجموعه كبيره كانت تاثر تماما معاذ الجماز لخروج سعود غربي. اتمنى ان يعني افضل شيء تقدمونه لسعود انكم تظهرون ظهور جميل بعد سعود. في لفته اليوم كانت في البرايم من الهامور راجح، اليوم راجع احد الغرفه قال ضيف على البرنامج وضيف على السعوديه اللي هو الاخ محمد الويبي. ولعل الهداء هذا محمد احنا جبناه امس وكان قال كم بي عن ويه 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 ويهكم هذه اللكنه او اللهجه الجميله. اتمنى ان محمد الوهيبي بعد ما قدمت له غرفه الهامور ان نجد منها يعني افيهات حلوه وكلمات جميله ومشاركات رائعه. والله انا خفت، والله خفت الاهداء هذا يطلع برا الوهيبي. لا لا قلت الحين راجع اهداء الغرفه الحين الوهيبي برا يطلع برا البرنامج. لا لا ان شاء الله. على طار اهداء الغرف، واليوم بعد اهدينا غرفتنا طال عمرك لابو رشيد واخيرا وافق بالحفال والكفال، الان ننتقل للغرفه. ابو رشيد شخص اللي هو ابو الجميع ابو القريه ويستاهل، وحاولنا فيه والله، الرجل يحب يجلس لوحده، يحب حتى اذا كلم في سبيكر، يعني رجل يحب يكون له خصوصيه معينه. لا انتقل هو للغرفه والحمد لله والشكر. القريه هنا صراحه لمت الجميع، واليوم الشباب اشوفهم امس مع الشيخ بدر المشاري وقبلها كان مع الشيخ علي المالكي، وتواجد ابو رشيد والابا كان جميل جدا. دكتور احنا في اخر حلقتنا ودنا بعد نختم باشياء عن سعود غربي وعن الشباب للامانه. لو انا بمسك برنامج نسخه لزد رصيدي القادمه، لو فرضنا هذا الشيء راح اخلي سعود غربي مشرف على البرنامج. مشرف على البرنامج، مشرف على الشاب. ما عاد في مشرف، وش تختار هذا المشرف؟ بختاره مشرف. بتريد نوديهم في مكان هو عارف نفسه فيه. بختاره مشرف، شخصيه قياديه مؤثره محفزه بشكل كبير جدا. انا اقول ان شاء الله باذن الله ان الاداره يمكن مخططه على الشيء هذا، وحنا ما ندري والله، احنا ما ادري، لكن سعود غربي انا اقوله بامانه لا يفرط في هذا الانسان من الان، يبنى له دورات للنسخه القادمه. اتمنى من سعود غربي يعني يسامحنا، الله اللي يعلم وحده انه اذا كان بدر اي انتقاد فهو والله حب لسعود غربي، حب انه يستمر. يعلم الله اني كنت حريص جدا في داخلي ان سعود غربي بالذات ولا مهون للشباب. بعطيك دقيقه واكمل كلامك. اسلم. احنا شغلنا هنا عملنا الانتقاد، فما نقدر نعتذر عن عملنا، نعتذر عن الخطا. اذا اعتذرت عن انتقادي فانا اعتذر عن عملي، وهذا شيء ينافي الموضوع كله كامل. انا اذا اخطيت او انت اخطيت او انت راح نعتذر عن الخطا، اما الانتقاد فاعتذارنا عنه ولا لا يا دكتور؟ اعتذارنا عنه. انا اعتبر الانتقاد تطوير للشخص. اذا كان يرى، انا قلت اذا اخطينا، واذا كان يرى الانتقاد انه خطا في حقه او شيء، فاحنا نعتذر، نقدم هذا الاعتذار على سوء الفهم. لكن عموما في النهايه سعود غربي اذا اخطينا بقصد افتحوا له سبيكر. بالله دقيقه، ممكن تفتحون له سبيكر؟ في واحد معي على الربيز مزعجني، تفتحون؟ لا بالله افتحوا له، سعود غربي هنا على الربيز ما شاء الله. يا سعود يبلغكم التحيات. سعود دريت عن هدية اللي جاتك ولا ما دريت؟ جاك هدية انت وعائلتك يا سعود، جاك هدية. اجيبوا له مايك يا جماعة الخير وطلعوا لي الصوت هنا، افتحوا له، خلي الشباب يسمعون. سعود غربي معنا كذا. الو يا سعود كدا. تسمعوني كذا؟ سعود الو ابو فزاع كمل لين يدخل معنا سعود. فقول اسمعني. هاي سعود، هلا ابو فزاع. انا ما اسمع. طيب الان احنا نسمعك وانت على الهواء يا حبيبي. هلا ابو فزاع، الله يحلكم ويبيحكم. وش تقول الهديه؟ مدري وش هو. وش قلت لي قبل الهديه؟ على طول جابت الهديه، على طول هديه. جابك تركيا واسطنبول، النخاع حقك. ام تركيا. ايوه وشلون يعني يا ابو غربي؟ ابو غربي لبيت، لبيت منها. لا ترضى باقل من اسبانيا يا ولد. انا اسال عمال الاسبانيه مطي، ما هو اليوم وقت. والله يا جماعه الخير، انا في برنامج اقول للشباب والله العظيم ان امي مره نفسها تركيا، وقلت لهم باذن الله من اطلع من البرنامج راح اضبط الرحله لامي تركيا. اسمعني، اسمع الرحله 10 ايام، تسمعني؟ اسمعك. حلو. رحله 10 ايام انت وعائلتك. يا سلام. 10 ايام تذاكرها وسكنها طال عمرك الى تركيا. الله اكبر. فندق 5 نجوم بتركيا يا يما. سعود وعيل غانم يشيل الشنطه. انا معك اشيل شنطه ولا حد يخويني ولا كلام اليوم ولا واحد يرمي. يشهد الله، يشهد الله يا جماعه الخير. اقسم بالله انتم عارفين اني احيانا
اتجنب الرد واني استانس اذا ما ذكرتوا اسمي لاسباب انتم ممكن بعضكم عارفها. لا يا اخي اكشف والله اكشف كل شيء يا اخي. والله العظيم اني 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 انبسط اذا ما جاني سياق يوم ولا يومين ولا ثلاثه. اول شيء اعطاه فرصه للشباب، ثاني شيء العالم اصلا كذا كذا هم متاكدين ان سعود في اشاعات اني انا من ضمن الاداره واني من الكلام هذا. والله اني مسكين عانيات يدخلوا لهذه سعود. الله يسامحكم يحللكم ويبيحكم. واحنا المشاهير ترى ما نتكلم يعني الا بالثانيه يعني. الله اكبر يا سعود. الله اكبر. الله اكبر. ابو عزام لبيه لبيت حاج. ابو عزام لبيه. انا قرات في الهاشتاج في ناس تقول كلام اليوم ونقدهم لك هو اللي خلاك تطلع. لا لا بالله انتم عارفين غلاكم ومعزتكم عندي، والله العظيم انكم غاليين وعزيزين. وانا اتوقع اني في مكان انه ما يعني ما عندي مشكله انه مثلكم ينتقدني والله ابدا، وما تبون الا مصلحتنا. واللي بينك ومن طيب كذا والله يوفقكم يا كلام اليوم. الله يوفقكم سعود. سعود وش رسالتك الفتره القادمه للجمهور وللشباب؟ وللشباب رسالتي للجمهور اول رساله اوجهها للجمهور، يا جمهور لا تكسب سيئات على اساس انك تشجع فلان على حساب فلان تسب فلان. والله العظيم ان تحت الكواليس بيننا محبه وبين غلا انك تسب فلان علشاني وتسبني علشان فلان، وانا وفلان متصافين والذنب عليك. انا قلت لك الله يسدايم والله يسامح الله يسامح، لان تجيني علوم كثير في ناس تسب، لكن اقول الله يسامح. من فين تجيك العلوم؟ ما يسامح. من فين تجيك العلوم؟ والله شفت بعض العلوم تجيني من بعض الضيوف، وبعض العلوم من تحت المخاد، وبعض العلوم يعني على حسب انت عارف. طيب يا سعود رساله الشباب ورساله للشباب. رساله للشباب قلتها لهم اليوم المغرب، ويا الله يا جماعه في ناس لو قلت له بس نقول اسمك وتدفع 2000 3000 ريال ما عندي مشكله انه يدفعها. فيا جماعه الخير كل ثانيه لازم تستغلونها وانتبهوا يروح يومكم بدون ما تزرعون قيمه او قيمتين. طيب في نقطة عندك عبد الخالق. سعود غربي لبيك. يشهد الله ان احزننا جميعا فراقك الليلة زين، لكن ان شاء الله بتكون بداية خير لك. نصيحة من اخوك الصغير سعود فهد، انت ترى انت سعود غربي. سعود غربي معلش ترى انت شخصية مو سهلة ابدا، تملك كثير، انت عندك مخزون لو تجلس انت وتسابق لحالك في القرية راح تعبيه طول البرنامج. سعود ايش؟ اقول شهادة اعتز فيها صراحة. عموما سعود غربي نصيحة، اهتم في نفسك طور اكثر، لا تحرم الجمهور هذا كل اللي دعمك، لا تخذلهم يوم من الايام، قدم لهم الكثير وخليك مستمر على الشاشة. نسأل الله لك التوفيق. الله يسعدكم الله يسعدكم ويوفقكم. سعود يا حبيبي لبيك يا ابو هزاع. يهمني ابغى رايك في اربع اشخاص. تفضل. ايش رايك الدكتور غازي؟ حبيب قلبي والله العظيم احيانا اني اعرف الاجابة واخذ المستشار ابغى اسولف معه. يعطيك العافيه. الله يسعدك يا ابو غربي. الله يسعدك. حتى ابراهيم تسولف ما شاء الله عليك. يا سعود وابو شوق لبيه. ابو شوق ما ادري ايش اقول لك، يعني اذا قلت لك قلبي هو قلبي، اذا قلت عيوني هو عيوني. طيب وعبد الخالق البخات؟ عبد الخالق البخات والله بدايته كنت ما اشتهيه، بس سبحان الله انقلب بعدين حب وغلا ومعزه. ترى احسن شيء ترى. علي الغامدي علي الغامدي والله انا كنت احبه، بس الحين والله ماشي مشكوك في وضعه. ليه تطلع رصيدي علي؟ ليه؟ يا سعود هذا خير. شوف انت يا سعود لبيه تشوفنا. ما يشوف اللي وش معك؟ هذا وشو؟ مفتاح سيارتي مليا ودي ابرها عطني بروح لاهلي. يعطيك العافية يا سعود. ليه نسلم عليك؟ باقي رسالة أخيرة لأبو فزاع. والله إني ما أعتبره إلا أخو كبير، ودائما أقول فزاع، يمكن ما يدرون بالكلام ذا، أقول فزاع الله يحلك ولا يبيحك إذا شفت عينا خطأ ولا انتقدتنا. انتقدنا أبو فزاع وانتقد أخوياي، وأنا أقولها وأنا أمون عليهم. انتقدنا وان شاء الله انتقادكم فيه المصلحه لنا، لو ان تهاوشنا معاكم لكن طبيعي الامر. المشكله نقدنا لك مدح ما رضيت. الله مدحناك قلنا انت قطب وصار القطب ذا لقب. انا ما رضيت عشان اساس اخوياي، انا ما رضيت انك تفضلني على اخوياي، والله كلنا واحد. بيض الله وجهك. سعود وش مشروعك؟ سعود بالله يا هاني بالله وش مشروعك الاخير يا سعود؟ انا اتمنى من الجمهور اول شيء يدعم حساباتك الموجوده على تويتر وانستغرام وسناب شات، وايضا اتمنى يدعم سعود غربي في مشروعه القادم اللي هو اسمع مشروعك وش يا سعود القادم. انا والله بعد خروجي ان شاء الله عندي كذا مشروع، لكن حسب ما رايت البهارات مسويه ضجه، والله جتني تواصلت معي واحده من الشركات هنا داخل البرنامج، لكن عسى الله يكتب خير. عندي مشروع ان شاء الله بطلق البهارات قريبا، وباذن الله قريبا برضو اني ادولي على بنت حلال تسترني واسترها واتزوج قريبا. اللهم طبعا لازم اودي امي تركي بعدين اتزوج. طيب اسمع، ما تقدر تتزوج لان الله سبحانه وتعالى يسد دينك، اسال الله العلي العظيم
اللي انزل القران على محمد صلى الله عليه وسلم ان الله يسد عنك دينك وعن المسلمين. قول امين. اللهم امين. تصبح على الف خير يا عيوني. النسبه حقت العقد حقي ها؟ يعطيك العافيه. اكتب لي عقد، اكتب لي عقد ب 500. ابشر ابشر نسبه العقد يلا. يعطيك العافيه. مع السلامه. مع السلامه. الله يحفظك يا سعود. استودعناك الله الذي لا تضيع ودائع. انت واللي خرج من قبلك محمد ومحمد ومحمد وتركي، والله يسلمون ان شاء الله اخواني حبايبي حبايب قلبي وبدر القحطاني. ختاميات اذا بتطولون ما بختم معكم. ابدا من هنا بسرعه. هاني بسرعه. هاني انت ما شاء الله عليك سريع بسرعه. انا اقول سعود الله يوفقك ويرزقك ويعني ويعينك ويغنيك. اللهم امين. انا اقول الله يوفقك ان شاء الله ويسد دينك ان شاء الله. اللهم الله. اللهم امين. الله يوفقك يا سعود. وانا لو مسكوني اداره برنامج السنه الجايه بحط الشيخ شيخ المندي. يعطيك العافيه. تضبط ان شاء الله الامور هناك يا دكتور. سلام. كلمه شيخ مندي. يا اخي حسيت اني فارس رصيد ثلاثه. الرسمات شد حيلك مشاوي من جوع نجيفه. سعود الغربي الحدث الاكبر في رصيد خمسه، اسال الله له التوفيق في الدنيا والاخره. انا اقول سعود غربي حدث كبير والشباب كلهم قصص وكلهم احداث. والله العظيم من كل شخص من يمثل قصه تنتهي قصه وتبدا قصه، تنتهي قصه وتبدا قصه. واقول لكم مثل ما اقول لكم كل ليله، ليالي الشتاء البارده جدا ادفئوها بركعه واذكرونا بدعوه وتصبحون على خير وفي امان الله. ونشوفك على خير يا سعود ويا اخوان سعود. السلام عليكم. ايش دهيك؟ هذا الطابور فواز. بالتواضع رب يزيدك.